وعلى كيفك موريس. على كيفي نص. سارة بدي ترجع على الحارة. اسمع شو بدي لك. سارة أختي والصلحة تمت والمخلوقة قاعدة ببيت جوزها والموضوع انتهى وتسكر عليه، وانت الله كتب لك عمر جديد ونفدت من الموت. نفدت من الموت بسبب الفتنة اللي كانت رح تصير يا موريس. أنا ما بفهم. سارة بدي ترجع على الحارة اليوم قبل بكرة. إن شاء الله ستين عمرك ما فهمت. رح أقول لك كلمتين بتخليهم ببالك. بتقعد ببيتك وبتكن على عصاك، وإذا بتأتي بأي حركة أنا أول الناس رح يوقف بوشك. عم تفهم موريس؟ عالدنيا شامل يا شام، عالدنيا شامل يا شام، عالدنيا شامل يا شام، عالدنيا شامل يا شام. هاشم تعال قلنا. مريني خالتي. الله يرضى عليك، روح شوفني شو صاير بالحارة ورجع خبرني. ايه يلا يلا خالتي. وعلى سكان حاغة الضبع إخلاء بيوتهم ومحلاتهم التجارية خلال مدة أقصاها ساعتين تنفيذا لقرار هدم حاغة الضبع، كما ستقوم السلطات المختصة بتقديم التعويضات لسكان الحارة حسب قانون التخمين العقاري لحكومة الانتداب. لك شو جنيت انت؟ بدك تقلعنا عشان تفتح شارع؟ لك ما في شرط؟ دبر شارك والقلع. قرارك هاد بتنعه وتشرب ميته. لك هاي الحارة حارتنا، لك هاي عرضنا وشرفنا، لك روح. لك ما حلك تتعرف علينا؟ لك نحن أولاد الشام؟ يلا هوري مو جاي اخذ واعطي معكم. لك يا جماعه بدهم يهدوا الحاره، قوموا حطوا على راسكم والحقوني بسرعه. يلا قومي 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 يا امان بسرعه بسرعه، قومي يا امان بسرعه بسرعه. لا لا يعني لا، هذا اخر كلام عندي. ما كن ساعتين لاخلاء الحاره والا سنستخدم القوه.
كان اللي بده يهد حارة من حارات الشام. يلا يا رجال دافعوا عن عرضكم وشرفكم. وحياة عيونك يا شام، وحياة عيونك يا شام. شو أبو ظافر؟ على رواحنا يا أبو عصام، على رواحنا.